السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون عن حاجة مهمة جدا. كاتبين بالأبشر في السيرش بتاع اليوتيوب وهو كلمة غسالة أطباق مستعملة، فأنا حبيت إن أنا النهاردة أشارك معاكم التجربة بتاعتنا في البيت عند غسالة أطباق مستعملة. طبعا اللي بيلجأ الموضوع ده هو لو شخص محتاجها ضروري جدا ومعهوش تكلفتها. طبعا هي جهاز غالي، يعني هي مثلا سعرها ممكن يبقى دلوقتي أرخص حاجة 4500 جنيه يعني، فطبعا سعرها غالي، فطبعا في كده حد بيلجأ إن هو يشتريها مستعملة عشان يكون أرخص. فعايز اقول لكم كده التجربه بسيطه جدا. انا في الاول خالص كنت جايبها مستعمله، كنت جايبها الاول خالص واحده مستعمله وكان سعرها رخيص جدا، بس كان كل واحده بنجيبها كان بيطلع فيها عيب. يعني اول واحده خالص مثلا جبناها كانت فريش، كان عيبها ان هي ما كانش العيب اشتغلت بالظبط 5 مرات وباظت، 5 غسالات وباظت. وطبعا لما تيجي ترجعها لصاحبها بيقول لك لا حضرتك واخده مني سليمه، فالخطا حصل عندك. الثانيه كانت شكلها حلوه جدا جدا، لكن ما كانش فيها ترمبة غسيل، يعني ما كانتش بتنضف. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا شغالها في مثلا اطباق، ده مثلا عامل كده، اللي هنا بس اللي ينضف، ده مش بيلف، فاللي هنا بس اللي هو عليه كده اللي ينضف، باقي الغسله كلها تطلع مش نظيفه. فطبعا دي برده كانت بايظه. الثالثه كانت شغاله، يعني جبنا زي كتير، الثالثه كانت شغاله وفعلا كانت كويسه جدا من يوم جبتها لحد اخر يوم. اشتغلت 6 شهور وكانت ممتازه جدا، وكان حجمها صغير بس كان فيها من بره، يعني كان فيها 2 باب، باب شفاف وباب ابيض. الباب الشفاف اللي هو قصدي الباب شهور وبعدين وقفت خالص، وقفت تماما يعني فجاه كده. فطبعا برده بقى في اخر خالص بقى جبنا اللي هي دي اللي هي البيكو اللي هي ال 10 افراد. ده يا جماعه شكلها دي ماركتها اللي هي البيكو اللي هي ال 10 افراد. شايفين شكلها؟ فدي يا جماعه كان سعرها 4200، بس هي حاليا سعرها 4500، يعني هي غليت شويه من وقت ما جبتها. يا جماعه الحاجات اللي زي دي كانت تجاب تكون جديده، حتى لو هتخشوا جمعيه، حتى لو مثلا هتستلفوا مثلا او هتوفروا سنه او اتنين، بس في الاخر تجيبها تكون جديده. ده يا جماعه بجد والله لازم عن التجربه، لانه يعني الجهاز اللي مستعمل ده لما انت بتشتريه صاحبه لازم يقول لك ده تحفه، ده جميل، ده انا جربته. بس انت قبل تجيبه بتبدا بقى تشوف بقى في اخطاء بقى، مثلا مش بيسحب ميه، او مثلا غسلت اطباق سخونه من جوه، السنون ليه من جوه دي مثلا، مثلا متكسره مصديه. انت نفسك لما تجيب جهاز جديد تبقى خايف عليه، ويعني ايه ويعني محافظ عليه. المستعمل لا، المستعمل اصلا ممكن تطلع بيه ستلم يتخبط يتكسر، لكن انت بتجيبه جديد بيبقى جايب كاراتينه، الشركه بتيجي تركبه ضمان 5 سنين. لكن الجديد ده، لكن المستعمل ده لو انت جبته ملوش ضمان. انت لو جبته النهارده وبكره كلمت الراجل صاحبه قلت له عايز ارجعه يقول لك لا انت واخده مني سليم. فانا بصراحه مش بشوف خالص ان الحاجات دي ينفع تكون مستعمله، اللي هي اللي غسلت الاطباق مثلا، الميكروويف، التكييف، الشاشه، الحاجات اللي حساسه قوي دي ما ينفعش تكون مستعمله خالص. تتجاب جديده او تتجاب مستعمله في حاله واحده بس. ايه هي بقى الحاله دي؟ لو هتجيبوها مستعمله بالضمان بتاعها، يعني مثلا الضمان مثلا يتفعل بقى مثلا 6 شهور وهو 5 سنين، او وقتها اشتريها وانا مطمن ان هي لو باظت لا قدر الله في شركه دي تصلحها. لكن اشتريها كده بكلام الراجل وخلاص، او بكلام ستة وخلاص ان هي سليمه وخلاص، لا. عن تجربه يا جماعه والله العظيم بجد، اللي بيبقى عنده حاجه عايز يبيعها وخلاص، مش بيبقى بقى مفكر اللي هياخدها منه ده هيعمل بيها ايه، او لو باظ هيعمل هو ايه بعد كده. فنصيحتي ليكوا ما تجيبوش الحاجات دي خالص خالص مستعمله، هتلاقوا لازم فيها عيب، سواء انها متكسره، سواء انها متنيه، مصديه، فيها عيب مثلا فني، مش شغاله كويس، حبه وهتبوظ، الا قليل جدا اللي هتلاقوه ممكن يكون سليم. ده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.